النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ميني كيك في المقلايه وبالازازه وبيضه واحده بس. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقه للاخر. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناه ديك البرابر. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ميني كيك الطاسه بالازازه وبيضه واحده بس. المقادير اللي معايا كوبايه دقيق عليها رشه ملح، كوبايه لبن، بيضايه بدرجه حراره المطبخ، 3 معالق كبار سكر، كيس فانيليا، معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه كبيره خل. نبدا ونسمي على بركه الله. بسم الله. هجيب بوله وهنزل فيها بيضايه وكيس فانيليا ومعلقة كبيرة خل أبيض، هقلب كويس هنزل بتلات معالق كبار سكر وهضرب وهنزل بكوباية اللبن هضرب كويس جدا لحد ما السكر يدوب. ضربت المكونات كويس جدا لحد ما السكر داب. هنزل بكوباية دقيق عليها رشة ملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر وهقلب الخليط كويس جدا. اقلب كويس لحد ما الدقيق يختفي تماما وما يبقاش فيه اي تكتلات. ضربت الخليط كويس جدا بالمضرب اليدوي لحد ما بقى سايل وما فيش اي تكتلات زي ما انتم شايفين. هفضي الخليط في ازازة فاضية، معايا ازازة مية فاضية، عملت فتحة في غطا الازازة زي ما انتم شايفين ببوز السكينة. هفضي الخليط وبعدين هوريه لكم. فضيت خليط الكيك في الازازة، هنروح على عين البوتاجاز هنشوف هنعمل ايه. بسم الله. حطيت طاسة على نار هادية ومسحتها بمسحة خفيفة من الزيت، يستحسن انها تكون طاسة تيفال او طاسة مش بتلزق. بنزل بخليط الكيك اللي في الازازة وبعمل وحدات ميني كيك صغيرة بعيد عن بعض. بسم الله. بالمنظر ده وبسيبها تستوي على الوش الاول. اول ما بتنشف بعرف على طول اللي هي استوت على الوش الاول، بقلبها على طول على الوش التاني. خلاص نشفت هقلبها، شايفين؟ دقيقة وبطلعها على طول. خلاص بطلعهم وبعمل غيرهم، بعمل غيرهم. بسم الله. عايزين تعملوا كبير صغير براحتكم. وبرده تنشف وبقلبها على الوش التاني. خلاص كده تمام هقلبهم. شايفين اللون المراجي احلى من اول مرة. دقيقة وبطلعهم على طول. تمام كده خلاص استوت، هطلعها وخلص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين هوريها لكم. خلصت الميني كيك، بصوا عطتني كمية كبيرة وكل ده بكوباية دقيق بس.
دلوقتي هحشيها بأي حشو. أنا معايا كريم شانتيه بالشوكولاتة، هجيب كل اتنين مع بعض وهحشيهم. بالمنظر ده كده اي حشو موجود عندك، كريم شانتيه، نوتيلا، مربى، اللي موجود. انا عامله كبير وصغير، هحشيهم كلهم بنفس الطريقه وبعدين هوريكم هنعمل ايه. خلاص بعد ما حشيت الميني كيك بالكريم شانتيه، معايا شوكولاته سايحه سيحتها على حمام مائي وضفت لها معلقتين كبار زيت. هغلف الميني كيك احطها على الشوكه كده واغلفها بالشوكولاته. هرصها على ورق زبدة. زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده. هعمل معاك واحدة كمان، احطها على الشوكة وبغلفها بالشوكولاتة كده. وبرصهم على ورق زبدة، بسيبهم ينشفوا خالص. بصفيهم كويس جدا. تمام كده خلاص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين هوريها لكم. خلاص غلفت الميني كيك بالشوكولاته، هدخله التلاجة لحد ما يجمد، وبعد ما يجمد هوريه لك. اهو يا حبايب قلبي الميني كيك بعد ما طلع من التلاجة، بصوا شكله جميل ويفتح النفس ازاي، وزينته بالكريم شانتيه بالشوكولاته، تحفه. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقه عمل الميني كيك ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.